مشاهدينا مساء الخير، هنبدأ موضوعاتنا المختلفة بمجموعة من القضايا أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية. ما فيش شك أن مصر بترفض التطبيع الثقافي والفني والتطبيع الشعبي بكل أشكاله. مسرحية تلقى اهتماما كبيرا وجماهيرية كبيرة، ألف ليلة وليلة، الفنان الكبير يحيى الفخراني فجأة حضر السفير الإسرائيلي، وإيه في ظل أجواء احتفالات أكتوبر؟ هل حضور السفير الإسرائيلي كان متعمدا أم لا؟ طيب ما الذي فعلته إدارة المسرح؟ وما الذي فعله الفنانون في المسرحية؟ زي ما بقول لكم وإحنا بنحتفل بأجواء أكتوبر، السفير الإسرائيلي يدخل ويحضر مسرحية جماهيرية كبيرة بهذا الشكل. ده اللي هيخليني أسأل الأستاذ يوسف إسماعيل مدير المسرح القومي. أستاذ يوسف أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ وائل، وأهلا ببرنامج حضرتك المحترم. الله يخليك. والمسرح القومي دائما هو مسرح الشعب المصري ومسرح الشعب العربي. طبعا عشان كده أولا يعني حضور السفير الإسرائيلي هل كان مفاجأة لكم؟ يعني انت فوجئت بوجود السفير الإسرائيلي في المسرح دون أي مقدمات؟ طبعا السفير الإسرائيلي بعت حجز تذاكر من شباك التذاكر في المسرح القومي، وشباك التذاكر بلغني على فكرة الصورة اللي موجودة ديت، أيوة، وشباك التذاكر بلغني ان السفير الإسرائيلي بيحجز عشان يتفرج على عرض ليلة من ألف ليلة. لا يعني بيحجز قبلها ولا في نفس اليوم؟ في نفس اليوم بعد الظهر، يعني هو جه حجز في نفس اليوم بعد الظهر وحجز لوج في المسرح القومي. بس حجز قبل العرض قبل العرض بثلاث ساعات. بثلاث ساعات. ثلاث ساعات اربع ساعات في الرينج ده يعني. طب هنا تعاملت مع الموقف ازاي؟ انا تعاملت مع الموقف ان هو متفرج زي المتفرجين، لان دي ليست زيارة رسمية، هو طبعا سفير موجود على ارض مصر. لو في حالة زيارة رسمية بيبقى لها بروتوكول، لو زيارة غير رسمية بيبقى هنا هو حابب انه يبقى زي المتفرجين العاديين اللي بيشاهدوا المسرحية وبيدفعوا تذاكر، وبالتالي احنا تعاملنا من هذا المنطلق ان هو متفرج من ضمن المتفرجين مع توفير الحماية الأمنية وحفاظا على سلامته. وهنا تم التعامل بقواعد المسرح القومي لمثل هذه الحالات. طيب بس هنا انت كان قدامك ثلاث ساعات، هل لجأت لبعض السلطات لكي تسألها؟ يعني مثلا انت تتبع وزارة الثقافة، هل سألت الوزير والوزير يسأل سياسيا وأمنيا ده ينفع ولا ما ينفعش؟ هقول لحضرتك، هو هنا في الموضوع ذو شقين، هذه ليست زيارة رسمية ولكنه متفرج قطع تذكرة. بس انا علمت يا استاذ يوسف ان السفير الاسرائيلي هنا، هل دي مسألة شايف ان انا بتعامل هنا مع متفرج عادي؟ لا طبعا انا طبعا بتعامل انه السفير الاسرائيلي، يعني وبناء عليه انا بلغت القيادات الاعلى مني في الوزارة، وتم التعامل مع الموقف في حدوده، مع هذا الموقف في حدوده، تم الاتفاق على التعامل مع هذا الموقف في حدوده انه بنوفر له الحمايه، وفي نفس الوقت بنتعامل انه هي القضيه مش نوفر له الحمايه، ما هو بالتاكيد يعني هي القضيه كيف نوفر لانفسنا، يعني هذا كيف نحمي انفسنا نحن من هذا المأزق الكبير. يعني انت عارف انه في رفض للتطبيع الفني طبعًا والثقافي طبعًا والشعبي. مظبوط يا استاذ وائل، وبناء عليه يعني المسرح يومها كان أرش كومبلي كامل العدد، وفي جمهور موجود، وفي ذكرى انتصار أكتوبر العظيم، وبالتالي أنت بتعرض في ظل كل هذه الظروف، أو القرار بيتاخد بناء على كل هذه الظروف،
كويس، اللي هو هل انا ما وافقش على دخول حتى قطع تذكره، خاصه لما يبقى السفير الاسرائيلي او اي حد اخر. هنا المساله بتبقى يعني احيانا يعني انا طبعا يعني لما اقول الدواعي الوطنيه مش معنى كده يعني انت خدت القرار في ظل الحسابات اللي امامك يعني، وانا عارف انه يعني حاله التردد الشديد، بس هنا يعني هنا الدواعي الوطنيه على الفور تقول يا جماعه لا يجب ان نقبل بوجود السفير الاسرائيلي هنا واحنا كمان بنحتفل في بانتصار اكتوبر يعني. وفي حل اخر ان انا احتفلت بانتصار اكتوبر في المسرح القومي وهنأت للجمهور والشعب المصري بذكرى هذا النصر العظيم، ودي رساله اتقالت عبر الاذاعه الداخليه في المسرح القومي قبل بدايه العرض. بدانا العرض بالسلام الوطني بتاعنا، السلام الوطني المصري، ثم كلمه تهنئه للجمهور العظيم اللي حاضر والشعب المصري بذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيده، وكملنا يومنا عادي يعني احنا. طيب هل الاستاذ يعني هنا الفنانون على المسرح هل كان لهم راي، خاصه يعني العملاق الاستاذ يحيى الفخراني، هل تناقشت معاه وقال لك انه يعني ما فيش قدامنا حاجه نعملها؟ طبعا تناقشنا واستقرنا على اللي انا قلته لحضرتك ده، ان احنا كملنا يومنا عادي واحتفلنا بنصر اكتوبر ايا كان مين اللي موجود. احتفلنا بنصر اكتوبر والجمهور استقبل ده بتصفيق وحراره غير عاديه. لما ذكر ان احنا بنحتفل معاكم اليوم بذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيد، فالجماهير استقبلت ده بحراره شديده جدا، وكان عايز اقول لحضرتك كان شيء رائع استقبال الجمهور واحتفالهم بنصر اكتوبر. وانا رايي ده اهم بكتير جدا 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 لو بنتكلم عن رد الفعل الشعبي، يعني ده شيء مهم انه فرحتنا بنصر اكتوبر لم تفسد. لا بس هنا انا عندنا يعني خلينا اختلف معاك يا استاذ يوسف، ممكن يكون رايي صحيحا ويمكن ان يكون خطأ. يعني هنا كان من الافضل ان انا اقول للسفير الاسرائيلي ان احنا نلتزم بعدم التطبيع الفني والثقافي، وانه انت شخص غير مرغوب فيه في هذا المكان، والفنانين على المسرح مش عايزين يعرضوا المسرحية، لان احنا كمان في اجواء اكتوبر يعني، ووجود السفير الاسرائيلي بهذا الشكل يمكن ان يكون مستفزا يعني. ممكن يعني وجهه نظرك في محلها، بس انا بقول لك وجهه النظر الاخرى اللي تم التعامل بيها. هل كان في فنانين مش عايزين يعرضوا قدام السفير الاسرائيلي؟ هل البعض كان عنده مواقف مختلفه؟ لا هو الموقف مش بهذه الحته، ولكن الموقف كان انه الناس مش مبسوطه من وجوده بشكل عام يعني، ولكن بعد الاتفاق على ان احنا هنعمل يومنا بشكل كامل، وبعد الاتفاق على ان احنا احتفلنا بنصر اكتوبر في بدايه العرض، ده هدى كل الفنانين وخلاهم بقوا مبسوطين ان احنا احتفلنا بنصر اكتوبر ايا كان بقى مين اللي موجود. طيب يعني يا استاذ يوسف في كل الاحوال، عشان بس يا جماعه العلاقات الدبلوماسيه حاجه والعلاقات الشعبيه حاجه تانية، بمعنى انه ما انت ممكن تفاجئ بان السفير الاسرائيلي عندك في المحل بتاعك. بعض المصريين على فكره اول ما يعلم ان اللي هيبيع له ده سائح اسرائيلي او السفير الاسرائيلي بيرفض تماما، وحصل ده في اكثر من وقعة يعني. صحيح السياحة والعلاقات السياحية زي ما بقول لكم ممكن تكون بتختلف كمان عن الجوانب التطبيع بكل اشكالها، بس انت مسرح قومي وهو من قلاع رفض التطبيع مع اسرائيل يعني، ما كنت اعتقد انه يجب ان تأخذه موقفا يعني.
انا اعتقد يا استاذ وائل الموقف اللي احنا خدناه ان احنا نعرض وان احنا نحتفل. ما خلاص ما انت عرضت وبتقولوا احتفلنا باكتوبر، بس ما حصلش، ما ترددتوش شويه؟ ما قلتوش يا جماعه لا احنا مش هينفع نعرض المسرحيه في وجود السفير الاسرائيلي؟ ما انا قلت لحضرتك كان في تردد بعض الوقت في الاول لغايه ما استقرنا على القرار النهائي اللي انا قلته لحضرتك. طيب استاذ يوسف انا بشكرك، بتوجه لك بالشكر، لكن يا جماعه يعني موقفنا لانك يمكن ان تجد السفير الاسرائيلي امامك. نعم هو سفير وهنا يمكن انه يقدم، وهو قدمه، كل سفراء اسرائيل قدموا شكاوى كثيره انه ان في عازل وان البعض حتى لا يبيع لهم ولا يقيم معهم اي علاقات. كل سفراء اسرائيل السابقين كانوا بيكتبوا ده دايما في تقاريرهم. كنت اعتقد انه وده مش معنى كده يا جماعه ان انا اشكك في وطنيه احد، لا، يعني عملاق زي يحيى الفخراني بالتاكيد كان عنده تقدير موقف، يعني شاف انه ممكن السفير يستغلها سياسيا دبلوماسيا، لكن في موقف تاني لا، السفير الاسرائيلي غير مرغوب فيه ولا يمكن ان اعرض المسرحيه امامه ولا يجب ان يكون موجودا. دي صوره السفير الاسرائيلي اللي كمان التعمد الشديد، ما المسرحيه موجوده بقى لها مده، لكن هو يختار الاحتفالات في الاحتفال بانتصار اكتوبر علشان يدخل في المسرح القومي ويشاهد المسرحيه بشكل مستفز. وكان قدامكم 3 ساعات، يعني هو حجز وعلمتم انه حجز في 3 ساعات، ممكن اعمل اتصالات واقول يا جماعه لا ده بالعكس ده موقف لتوصيل، فرصه لتوصيل رساله باننا نرفض التطبيع الشعبي والثقافي والفني تحديدا مع اسرائيل. التغيير اللي هتشوفوه الناس المطحونه المهمشه